خرجت مسيرات عدة في حلب فرحا بانتصارات الجيش. وللمزيد حول آخر التطورات ينضم إلينا من حلب مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. مساء الخير أنس. تحية لك إياد من حلب النصر، من حلب. الانتصارات التي تعيشها ويعيشها أبناء مدينة حلب، هذه الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري، كان لها وقع خاص على أبناء مدينة حلب. نعم أنس، قبل أن أدخل بتفاصيل ميدان أسأل عن المسيرات التي تخرج الآن في أو تعم شوارع حلب، لو تضعنا بأجواء هذه المسيرات أنس. نعم، بداية هي الأفراح في كل مكان، في كل بيت، في كل بيت من بيوت مدينة حلب وأحياء حلب وأيضا الريف الحلبي. يضاف إليها المسيرات المتفرقة التي تشهدها المدينة، الموغامبو، الفرقان، شارع النيل، أيضا شارع تشرين والجميلية. كل تلك المناطق منذ يوم أمس، منذ إعلان إحكام الجيش العربي السوري كامل سيطرته على بني زيد والسكن الشبابي، خرج أبناء حلب ليعبروا عن فرحتهم بهذه الانتصارات التي يسجلها ويسطرها ويحققها الجيش العربي السوري الذي أراح كثيرا اليوم أبناء مدينة حلب، لطالما من القذائف التي تطلق من حي بني زيد والسكن الشبابي. إذا هي الفرحة التي أهداها الجيش العربي السوري إلى مدينة حلب، المدينة التي يعني لطالما عانت من قذائف المسلحين، التي لطالما عانت أيضا من إجرام هؤلاء الإرهابيين. أكثر من 10,000 شهيد ومئة ألف جريح كانوا ضحايا هذه القذائف الإرهابية على طوال السنين أو السنوات الماضية. لذا اليوم من حق أبناء مدينة حلب أن يعبروا عن فرحتهم الكبيرة، كما ذكرت لك، في كل بيت، في كل مكان في مدينة حلب يعيشون هذا النصر الذي يكمله الجيش العربي السوري على مختلف جبهات المدينة وأيضا الريف الحلبي. كما ذكرت لك، السيطرة على بني زيد والسكن الشبابي أنهت يعني استهداف عدد من مناطق حلب وأحياء حلب. اليوم شاهدنا بأم العين عودة الأهالي إلى شارع تشرين الذي اضطر أبناؤه إلى النزوح، لا سيما من رصاص القناص الإرهابيين من بني زيد وأيضا القذائف. كل ذلك كما ذكرت انعكس إيجابا، إضافة إلى هذا الفرح الذي تعيشه المدينة. اليوم مئات الصناعيين توجهوا من غرفة صناعة حلب إلى المعامل الصناعية في الليرمون لكي يستلموا معاملهم ولكي تدور أيضا عجلة الصناعة مجددا في مدينة حلب. تحدثنا على عودة الأهالي أيضا إلى أكثر من منطقة، منها بني زيد. يعني عندما التقينا أبناء بني زيد، حي بني زيد، تحدثوا كثيرا لنا عن الإجرام الذي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تمارسه ضد هؤلاء المدنيين العزل، واليوم هؤلاء المدنيين أيضا يعودون إلى أحيائهم. يعني أنا ابن حلب إياد، واليوم أشاهد يعني حلب كأنها قبل سنوات هذه الحرب. اليوم أرى أن الحركة تعود، الازدحام يعود، وأيضا الفرح يعود إلى هذه المدينة، مدينة حلب الشهباء التي نقلنا لأكثر من مرة صمودها ضد هؤلاء الإرهابيين. نعم. طيب أنس، أسألك عن المراكز التي فتحت لاستقبال المدنيين الذين خرجوا من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية. ما وضع هذه المراكز؟ ما وضع تجهيزات هذه المراكز؟ ما وضع الأهالي الموجودين في هذه المراكز؟
نعم بداية حتى هذه اللحظة، يعني منذ أن أعلنت محافظة حلب عن الممرات الإنسانية إلى هذه اللحظة لم يخرج أي مدني من أحياء حلب الشرقية، لا تزال المجموعات الإرهابية المسلحة تمنع كل المدنيين من التوجه إلى الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، بل لم تكتفي أيضا بمنع المدنيين بل قامت بإعلان تجنيد كل الذكور من 50 عام وما دون تجنيدهم، تحديدا جبهة النصرة الإرهابية التي كما ذكرت لك إياد منعت كل الأهالي من التوجه إلى الممرات الإنسانية، وكنا اليوم في المراكز التي خصصت سواء في جبرين وأيضا في منطقة الحمدانية، هذه الأبنية السكنية التي خصصت من قبل محافظة حلب لاستقبال القادمين من أحياء حلب الشرقية، وتم تجهيزها بكل ما يعني بكل التجهيزات الخدمية والإغاثية والصحية وأيضا الإنسانية، ويمكن وصف هذه الأبنية بأنها لا تستقبل المئات من العائلات بل الآلاف من العائلات التي يعني إن كان هنالك الآلاف أيضا ستستقبل، ويمكن لها أيضا أن تستوعب كل الأعداد القادمة من أحياء حلب الشرقية. بطبيعة الحال نحن يوم أمس وأيضا اليوم كنا متواجدين عند بعض هذه المعابر، لكن كما ذكرت لك الإرهابيين هذه اللحظة يمنعون المدنيين من التوجه إلى هذه المعابر وإلى هذه الممرات الإنسانية. إياد نعم أشكرك كل الشكر، مراسل الإخبارية سوريا في حلب أنس رمضان، شكرا لك.